تحية طيبة متابعينا الكرام. حقيقة أجواء محزنة ومؤسفة هذا الصباح في مدينة أزرو، جريمة قتل بشعة. كيف ما كتشوفوا الأجواء متابعينا الكرام، جريمة قتل بشعة لأحد السكان أو أحد ساكنة سيدي عسو، يجهز على حياة جوزته الحامل ويلد بالفرار مع ابنته، حسب المصادر أيضا اللي استقينا من هذا المكان أن البنت ربما أيضا صغيرة. هذه الجريمة كيف ما كنشوفوا متابعينا الكرام خلفت جو من الحزن والهلع وحقيقة الصدمة لجيران الضحية. كما تعرف الجميع أن هذا الحي يعني أحيانا معروف عليه حي هادئ فيه اهتزة الصباح، اللي هو حي سيدي عسو بمدينة أزرو إقليم إبران. كما قلنا متابعينا الكرام كيهتز الصباح على جريمة أو على وقع جريمة قتل بشعة اليوم السبت 23 شتنبر 2023. كما قلنا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا أن السلطة كل شيء قدر السكان وكان الأقرباء لا للتحية ولا الأقرباء ديال الجاني، كل شيء مصدوم. الساكنة أيضا مصدومة بعدما أقدم هذا الجاني أو هذا السيد هذا لإنهاء حياة زوجته الحامل ولذا بالفرار. كما قلنا هذا الحامل، هذه الزوجة ديالو كانت حامل أيضا وما حنش فيها كما نقولوا، يعني دوز عليها يعني من حل كما كيدوزوا على الأكباش. كنحاولوا ما يمكن نتفادوا بعض الكلمات المحظوره متابعينا الكرام، ما نتمنوا تفهموا الوضع لاننا حقيقه تنهضروا وحنا ايضا مقلقين على هذه المشاهد اللي تنشوفوا. حقيقه الامر كيحس في النفس ديالنا اننا نشوفوا مثل هذه المشاهد ومثل هذه الجرائم كتتكرر من حين الى اخر. كما قلنا بعد ما دوز عليها كيهرب هو الابنه ديالو، كما قلنا في الاول انه ربما في كروب صغيره. وهنا الان حال الان السلطات كتحاول ممكن دير البحث والتحريه ديالها بعد ما كما قلنا حضرت جميع السلطات الى المكان بعد العلم ديالهم بالواقعه او بهذا الحادث المؤلم. غيتم كما قلنا متابعينا الكرام نقل كما قلنا متابعينا الكرام غيتم غيتم نقل الجثه الى مستودع الاموات في المستشفى الاقليمي 20 غشت من أجل التشريح على ما أظن التشريح الطبي. كما قلنا الجريمة حقيقة هي مؤلمة قدر ما أنها حقيقة الأول. المشكل الآخر هو يروج على أن السيدة هي أنها حامل، وحقيقة دابا حاليا جوج أرواح اللي مشاو يعني وليس روح وحدة، حسب كما كنقول دائما متابعينا الكرام حسب الشهود يعني العيان اللي حاولوا ما كان يقربونا بهذا، وكاين اللي ما بغاش يبان وما بغاش يظهر معنا ما عرفتش. المهم كيبقى هذه خصوصيه ديال الشهود، ولكن كما غنحاولوا ما كان نقربوكم الصوره ان الصوره جد جد مؤلمه حقيقه. المشهد بشع، المشهد اللي مؤلم، صدمه لكل هذا الحي كما قلنا الحي لهذا الحي السكني. كما قالوا لنا بعض الناس ان هذا الحي حقيقة هو حي سكني يعني هادئ، حي قديم وإنما هادئ، يعني ما معودينش على مثل هذه الجرائم الكبيرة اللي حقيقة حول هذه الجرائم المؤلمة اللي تتوقع بهذا الشكل هذا. كما قلنا متابعينا الكرام فور العلم ديالها بالخبر أو بالحادث حلت كل العناصر ديال الأمن الوطني والسلطات المحلية والوقاية أيضا الوقاية المدنية إلى أي مكان، والشرطة العلمية أيضا حيث يعني فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات هذه الواقعة المؤلمة التي خلقت صدمة لدى الساكنة. متابعينا الكرام متابعي على حروف بريس، الآن كنرصدوا لكم الأجواء بصفة عامة من مكان الحادث، من المكان اللي وقعت فيه الجريمة بهذا الحي، حي سيدي عسو بإقليم إفران مدينة أزرق. كما تشاهدون متابعينا الكرام الناس كلها يعني كترقب كتشاهد كتبحث شنو هو
الخير ديال هذيك البنيه ايضا مع السيده. هو دابا هو ضيع السيده وضيع راسو، ولكن المسار ديال البنيه ديالها لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. عموما متابعينا الكرام، حاولنا ما امكن نقربكم من المشهد قدر المستطاع، ونحن يعني في حزن شديد احيانا من كنشوف مثل هذه المناظر هذه ولا مثل هذه الجرائم البشعه كتحدث مره تلو الاخرى كما قلنا. كنتمنى ان حقيقه هذه البنيه تاهي ما تضيعش يعني تبقى يعني لحدها، ولتكون حقيقه الام ضاعت والاب ايضا فهو تصبيح ضاع، ولكن لله يتحقق الشؤون وأذن لله ما أعطى ولا ما أخذ. الله يصبر أهل الضحية، وحقيقة الله يصبر تعالى بسبحانه فهو حقيقة اللي فعل بفعل هذا بأيدي الله أعلم ما بينه وبين شنو شنو المشكل اللي واقع، ولكن حنا كنبقاو كنديرو الدور ديالنا ك من بعض الصحابي تنحاولو نخلقو المعلومة من مكان الحديث من الصورة. وإليكم التعليق المتابعين الكرام، مشهد مهيب متابعينا الكرام كما تشوفوا، مشهد مهيب حقيقة. ساكنة الحي بأكمله أو كل من سمع بالجريمة كيجي يشوف اش واقع، كل من سمع بالجريمة من الأحياء القريبة وأيضا من المنطقة هنا. تحية طيبة مرة أخرى وإلى اللقاء.